لم يعد استخدام البطاقة الذهبية في الجزائر مقتصرا على بعض العمليات الخدماتية المحدودة التي يوفرها بريد الجزائر لمتعامليه، وهذا للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الأنظمة الرقمية كآلية حديثة في المعاملات التجارية المتطورة. سي توفير الخدمات الذاتية للمواطن، تسهيل يوميات تاعو. طور بريد الجزائر خدمات الدفع عبر الانترنت من خلال منظومته النقدية الجديدة، وهي الآن حيز الخدمة، كما يوفر بريد الجزائر كل الشروط الملائمة من موارد بشرية ومادية من أجل تعميم الدفع الإلكتروني عبر الانترنت في الجزائر، وذلك بإدماج البطاقة النقدية الذهبية لبريد الجزائر في المتاجر الإلكترونية. احتياج المجتمع الاقتصادي لطرق سريعة وفعالة أصبح أمرا حتميا بالنظر لانتشار استخدام الوسائط الإلكترونية العديدة، مع مراعاة خصوصية كل من يستخدم البطاقة البريدية التي توفر في شكلها الجديد مزايا مهمة باستخدام ما يعرف بالموزعات الآلية التي بقيت ولوقت طويل وظيفتها محدودة للغاية. Nouveaux services actuellement les existent au distributeur, le GAB, à part le retrait, les cannes, le standard. Donc, عندنا le virement de compte à compte. Les بيزابون يقدر يحول مبلغ مالي من الجاب لان autre le GAB via la carte. هكذا un autre compte CCP instantanément en temps réel. تما في اللحظة هذيك يبعث له دراهم directement ليه. هكذا كاين aussi تانيك انو سيرفيس اللي هو لا ميزا جور تاع نيميرو تيليفون. الناس اللي عندها نيميرو تيليفون وفي اسوسي على كارت وحبوا يبدلوه يقدروا اكطويلمون يبدلوه فيا لو جاب. هكذا اوسي اون تروف لا ريشارج تاع نيميرو تيليفون. دونك اكطويلمون في لي جاب تاعنا نقدروا لو ديتونتور دو لا كارت ذهبيه نو كليون يقدروا فيا لو جاب يشارجيو لوغ تيليفون بعالي 3 اوبيراتور. موسي كاين لو ميني ريلوي، دونك يقدر يدير لو ريلوي تاعو فيا لو جاب توجور فيا لا كارت. يقدر يدير اون ريديسيون دو ريب، الريب ديالو اللي يجي عنده في الشاك، بلا ما يكون عنده لو شاك يقدر يروح للجاب يسحقو في المعاملات بوغ ان دوسي ادمينستراتيف ولا يسيري لا كارت ويريكوبيري لو ريب ديالو. كيما في le virement compte à compte fait une taxe avec palier. Donc actuellement il est limité à 10000 dinars. Là le عنده un palier de 3 dinars chaque 10000 dinars. هكذا حتى ل 50000 dinars le virement. من جهتها توفر مؤسسة بريد الجزائر خيارات أخرى باستخدام البطاقة الذهبية والمتعلقة أساسا بالتجارة عن بعد أو ما يعرف بالمعاملات الإلكترونية بتوظيف الشبكة العنكبوتية، ناهيك عن دفع مستحقات الماء والغاز والكهرباء إلكترونيا. ومن بين المشاريع الكبرى الذي تم إنجازها في بريد الجزائر هو الدفع الإلكتروني وشراء تذاكر السفر للخطوط الجوية الجزائرية بالبطاقة الذهبية. يقوم بإدخال كل بيانات البطاقة الذهبية وبطريقة بسيطة وسهلة جدا في مدة 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام. يقوم المواطن الجزائري بانتقاء تذكرة السفر بدون تعب الانتقال. وهناك عمليات مهمة جدا، وهي تجنب المواطن الجزائري تعب الانتقال من أجل اقتناء contrat d'assurance. المواطن الجزائري يمكنه الالتحاق بالمواقع الإلكترونية لشركات التأمين ودفع contrat d'assurance assurance voyage على سبيل المثال، أو contrat d'assurance autre contrat d'assurance عن طريق البطاقة الذهبية.
تعزز السوق ببطاقة بريدية مكتملة الوظائف هو نتيجة لجهود عملية هدفها مسايرة الاقتصاد العالمي في شقه المعلوماتي من جهة، وخدمة للمواطن حتى يكون الرابح الأكبر بمشاركته في هذه العملية الرقمية. الأشخاص المعنويين المعنيين بالأمر هم كل المتعاملين الاقتصاديين المتواجدون عبر الوطن، والذين تتوفر فيهم شروط قانون التجارة الإلكترونية. التركيز على التكنولوجيا الحديثة في يوميتنا أمراً لا مفر منها، لكن هل ستتمكن هذه الأخيرة من كسب ثقة من يستخدمها في ظروف اقتصادية غير مستقرة؟